السلام عليكم، كما تبعتم معنا اليوم كان واحد اللقاء تواصلي ما بين شركة منظمات الكوسونا، شركة كوسونا مع مجموعة ديال الزبائن تاعها. اللقاء التواصلي تعرض لمجموعة ديال النقاط، من بينها النظرة الاستراتيجية الجديدة لكوسونا وتعريف الطاقم التقني والعلمي اللي كيسير شركة كوسونا. من بعد الموضوع الثاني كان على تقنيات صناعة الأعلاف المركبة ونظام مراقبة الجودة اللي كاين في شركة كوسونا اللي هو الاش اس اس بي. واستجابة لمجموعة ديال التساؤلات ديال الزبائن ديالنا فيما يخص اقتناء المنتوجات او المنتوجات المعقمة، ارتأينا انه من اللازم اعطاء مجموعة من الارشادات المتعلقة بالسلامة البيولوجية او الامن البيولوجي. في هذا الاطار دخل السي انور مهوش انجينيور زو تكنيسيان اللي عنده واحد التجربه ديال 20 سنه في القطاع ديال تربيه اللحوم، الدجاج اللحيم والدواجن عامه، باش عطى واحد العرض على مجموعه ديال النقاط اللي لازم اي مربي يلتزم بها. والسي انور غادي يشرح لك. السي عبد الهادي، احنا جا التدخل ديالنا طلب عن طريق طلب اللي اتصلنا به من عند السي عبد الهادي اننا نساهم معهم واحد اليوم توعوي على بعض المسائل اللي كتهم تربيه الدواجن بصفه عامه، واللي تطرقت فيها انا بصفه خاصه على الامن البيولوجي اللي هو البيوسكوريتي. علاش بغينا نطرقوا هذا الموضوع باسكو بالنسبه لينا حنا موضوع مهم في تربيه الدواجن، هذه المساله ديال الامن البيولوجي واللي كناكدوا عليه بزاف، اللي حاولنا ناكدوا عليه بزاف، هو انه باش ما تكونش عندنا ديك العاده ديال فوق ما يكون مشكل كنحاولوا نقلبوا على الحل وكنمشيو للحل الاخير اللي هو شنو كيفاش غنديروا نعالجوا. حنا اللي بغينا نطرقوا له ونفهموا الناس مزيان هو انه قبل ما نحاول نقلبوا على حل لعلاج مشكل كنفضلوا انه تكون الدور وقايه. اول حاجه تكون وقايه. علاش كنهضروا على الوقايه؟ باسكو ديك الوقايه يمكن تحمينا وتجعلنا اننا نتفادى ونوصلوا للعلاج. ملي كنهضروا على الامن البيولوجي يعني بصفه عامه اي مشاكل تقدر توقع في الالفاج، تقدر تكون مسائل متعلقه بالتغذيه، مسائل متعلقه بالامراض اللي هي من اختصاص الاطباء البياطره في النطاق العام. واخا كنهضروا على الامن البيولوجي اللي كان المشكل عنده علاقه بالتغذيه او بالامراض، هنا اختصاصات يعني اذا كان عنده علاقه بالتغذيه على اختصاص ديالنا حنا باذن ديال العلف او الشركات اللي كتعامل في التغذيه، ولا كان عنده علاقه بالامراض راه هذا اختصاص ديال الطبابه البيطريه اللي هما الاطباء البيطريين اللي هما اكثر مؤهلين انهم يعالجوا مشاكل بحال هذه. مي في الخصوص بالعموم حنا حاولنا نطرقوا على الموضوع بصفه عامه اللي هو البيو سيكوريتي وبالمبادئ ديالها وكيفاش المربيين خصهم يوعوا بانه راه كاينه حوايج مهمه اللي كدار بطريقه وقائيه اللي غادي تجعلنا اننا نتفاداو المشاكل اللي كنوصلوا لها بعض الاحيان لحقاش عندنا خلل في الوقايه من جانب ديال الامن البيولوجي البيو سيكوريتي. وبخلاصه كما طرقنا هذا الموضوع عبر العرض ديالنا هو انه الامن البيولوجي خصو يعتبروه الناس بانه واحد الاستراتيجي اللي هي ماشي سهله، كي بلاكس اللي هي كومبلكس واللي كتجعلك انك تلتجا لبزاف ديال الوسائل وبزاف ديال الطرق واللي خصهم يكونوا كلهم متجمعين في واحد الاستراتيجي. علاش كنقولوا ماشي سهله؟ لاقاش كاينه لا بيوسيكوريتي اوبيراسيونيل، كاينه لا بيوسيكوريتي ستركتوريل، كاينه لا بيوسيكوريتي كونسيبتويل، وكاين لا كولتوريل. يعني اللي بغينا نقولوا انه في الضيعه معرضه لبزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يجعلوها انها يكون عندها مشكل. هاد الحوايج اللي يقدروا يكون عندها مشكل يقدر يكون عندهم علاقه، باش نشرح لكم انواع ديال البيوسيكوريتي، يقدر يكون عندها علاقه بالتركيبه ديال الضيعه. يعني الضيعه عندها واحد التركيبه اللي جعلتها انها حساسه لبعض المشاكل اللي كتاهل ليها واللي صعيب باش تحاربها، لاقاش اصلا الضيعه ما مصوباش بالطريقه اللي غادي تجعلها تتفادى دوك المشاكل. ممكن ان الضيعه في وسط منها
تقدر تعطي نصائح وتقول الناس ديروا هكا ولا ما ديروش هكا، اصلا يديكم داوي ورشوا الدواء ديروا لي، ولكن المؤهلات في وسط الضيعه ولا الماتيريال ولا الامكانيات اللي في وسط الضيعه اللي يمكن لها تجعل ان دوك النصائح يتطبقوا ما كاينينش. في سيكوريتي ستركتورال ممكن لا سيكوريتي تكون على النيفو اوبيراسيونيل، يعني عندك المؤهلات التركيبه ولا كونسيبسيون ديال الضيعه مزيانه، عندها الماتيريال وعندها المسائل اللي خاصينها الداخل اللي كيأهلوها انها يمكنها تحترم المعايير ديال السيكوريتي اون جينيرال، ولكن دو فاصون اوبيراسيونيل في وسط الفيلمه ما كاينش مؤهلات اللي غادي يجعلوا ان داكشي تحترم وتطبق على بطريقه مزيانه. يعني مثلا تقدر يكون مثلا فواحد الضيعه المربي بنفسه ما واعيش بهم، المربي بنفسه ما واعيش بهم، دونك الناس اللي خدامين في الضيعه ما واعينش بهم ما فاهمينهمش. في هذه الحاله كيفاش غادي تقدر تفرض على شي على شي على الناس اللي خدامين في الضيعه انهم يطبقوا واحد العدد ديال التعليمات اللي ما فهموهاش؟ ما يمكنش، لاقاش الا كنتي حاضر غادي تبقى، ما كنتيش حاضر ما تبقاش، لاقاش اصلا هما ما فاهمينهاش. يعني خاص تبقى ديما وراهم كتقول لهم هادي ديروها هادي ما ديروهاش. دونك الحاجه اللي هي مهمه جدا هي هاد لا بيوسيكوريتي اوبيراسيونيل مع لا بيوسيكوريتي كولتوري، خصهم يكونوا مجموعين باش ملي كتعطي تعليمات وكتقول هاد الطريقه ولا هاد النموذج اللي خصكم تتبعوه، خص الناس يكون عندهم في نفس الوقت لا بيوسيكوريتي كولتوري اللي هما واعي عند الليفر وعند الخدامه بان راه خصنا نديرو هكا ما خصناش نديرو هكا. هضرت غير بصفه عامه ما ندخلش في التفاصيل كاع في مره، في العرض ديالنا كنا دخلنا التفاصيل.